ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما الله ما بعد، إنه لمن دواعي الفرح والسرور واكتمال المحبة والخدمة للدعوة الإسلامية أن يشرفني مولاي بافتتاح المدرسة بفيضان عبد القادر جيلاني جامعة المدينة للشيخ عبد القادر جيلاني، ومدرسة جامعة المدينة للشيخ عبد القادر جيلاني في هذا اليوم وفي هذه اللحظات وفي هذا الوقت ومع وجودي، وهذا يعتبر شرف لنا وامتداد للدعوة الإسلامية واختلاط يعني بين الطريقة القادرية والطريقة العلوية والأمة الإسلامية كلها قلب واحد وجسم واحد، وهذا من أكبر وأعظم وأدل الدلائل على حضورنا هذا اليوم في هذا الافتتاح في هذه المناسبة. وفق الله القائمين على ذلك كل خير، وحفظهم ورعاهم وبلغهم مناهم يا رب يا الله، واجعلنا وإياهم متحابين في الله متواخين في الله، أن وإياهم من مظاهر الخير لا من مظاهر الشر، مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. وفقنا الموفق أهلنا وسلفنا وأصحابنا والعاملين في حقل التربية والتعليم والدعوة في الأمة الإسلامية، واجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وتشفع به إلى حضرة النبي محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام في صالح أمة محمد يا رب العالمين، بحق الدعاء وبحق المرشدين وبحق أهل الله، أن الله يبلغ كل ذلك ويجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، و نصلي ونسلم ونتشفع بها الى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. آمين. الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيلتنا العظمى في استجابه ما دعونا، عنا وياه متعاونين على الخير متحابين في الله متواخين في الله،
أكرمه وأكرمنا ما أكرمته به أسلافنا الصالحين ممن صدقوا وأخلصوا في مثل هذه الأعمال الدينية والاجتماعية يا رب العالمين، من أجل إعلاء كلمة الدين ونشر دين خير البرية يا رب العالمين. وفقنا وياه واحفظنا ورعانا وتولانا وتولاه يا رب العالمين بما يحبه وبما تريده وترضاه يا رب العالمين، واجعلنا وإياه من عبادك المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير ما شاء الله، دعوا منكم أنتم جزاكم الله خير كثير ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله، سلم عليك يا حبيب الله، تیرے صدقے میں آقا سر جہاں کو دین میرا بے دینوں نے کلمہ پرا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سنت نبی بو جنگل گیا آقا سے اس نے ایک گر ہو نبی بتلا ذرا میری موتی میں ہے کیا سنت نبی بو جنگل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلا ذرا میری موتی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اول فضل رحمان ہوا موتی سے پتھر بولا لا الہ الا إلا الله حسبي رب جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أبن بين سيبول أمين يتبتا كيا كرتيتي
मेरे आने से पहले क्या चुप के पढ़ती थी अपने बहन से बोल उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या चुप के पढ़ती थी बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह हसबी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हसबी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद لا إله إلا الله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ جيلاني شيء لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ جيلاني هدم نادي عالم تري هدم هات میں نے دیا تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم شیء للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ جیلانی جیلانی شیء للہ يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ جيلاني لا يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ جيلاني جا کر حسن اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا غوث اعظم کا ہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا غوث اعظم شیء للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ جیلانی جیلانی شیء للہ يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ جيلاني خجلاني يا شيخ جيلاني يا شيخ جيلاني يا شيخ ما شاء جيلاني جزاك الله خير يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك more.
والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. طيبين ما شاء الله بخير ما شاء الله مباركة مباركين مبارك المجزة والجامعة إن شاء الله الله يمتعكم ويحفظكم جزاكم الله خير على ما قدمتوه وفعلتوه وهذا كله بصحائف ما شاء الله يا رب يا الله أعمالكم يا رب باطن حسي ومعني يبلغ الكل ما قصده ما أمله ما طلبه ومن يأمنه خير لهذه المدرسة ولهذه الجامعة أن الله يبلغه ذلك ويجعله في صحائف قبول أعماله مع التوفيق والجمالة والرعاية والحماية يبارك في الإدارة والمدرسين والطلاب يا رب الله واجعل نتائجهم نتائج سليمة جميلة تخدم الأمة الإسلامية كلها يا رب العالمين واجعلنا وياهم مفاتح للخير ومغالق الشر وعلى نيات سلافنا الصالحين في تأسيسهم لمدارسهم وجامعاتهم ومراكزهم أدخلنا نياتنا في نياتهم مقاصدنا في مقاصدهم على نية الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأن يكون ذلك من أجل الله ولله وفي الله على هذه النية وعلى من هو من تقدم في مثل هذه الأعمال والمشاريع يا رب العالمين إن الله يجعل ذلك سلم وطريق للمعطين والمتصدقين يا رب يا الله والواقفين إلى دار الخلود والجنان بعد عمر طويل وحال جميل مع التوفيق والجمال والرعاية والحماية ونتشفع بها إلى حضرة النبي. الله الأول من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله بأن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيلتنا العظمى في استجابة ما دعونا وتحقيق ما رجونا اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة صلى الله على نبينا هادي دليلنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الحمد لله جزاكم الله خير. والمقيمين بأموره كل خير ما لو ما قصده يا رب العالمين واجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله ونتشفع بها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله اللهم صل وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. Oh,